بمناسبة عيد الصعود خصص برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة بعنوان الصعود الإلهي في الفكر المسيحي. وقد استضاف البرنامج كلا من الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين في رميمين، والأرشمندريت سابا الحوراني الرئيس الروحي للكنيسة الأرثوذكسية في محافظة الكرك، حيث تطرق الأب حجازين للموضوع من الناحية الكتابية وربطها بالواقع المعاش. أما الأرشمندريت الحوراني فقد ركز على وصية يسوع للتلاميذ بوجوب الكرازة ونقل البشارة. فإلى هناك. عيد الصعود في المفهوم بالفكر المسيحي ماذا يعني، و شو الأثر اللي بياخده المسيحي من هذا العيد؟ أولا العيد الصعود هو عيد انتصار، هو يوم انتصار للسيد المسيح بعد أن عانى ما عانى من الألام. أما كان ينبغي لابن البشر أن يتألم كل هذه الألام قبل أن يدخل إلى مجده، وأنه يوم انتصار للأبرار الذين دخلوا السماء مع المسيح المنتصر، إنه يوم انتصار للبشرية لأن طبيعتنا البشرية الممجدة قد دخلت السماء، لأن المسيح هو الرأس، وحيث الرأس فلا بد للأعضاء أن تكون في يوم من الأيام أن تلحق بالرأس، لأن المسيح بصعوده إلى السماء قد ذهب لكي يعد لنا مكانا هناك. أنا ذاهب لأعد لكم مكانا لكي تكونوا حيث أكون، لأن المسيح هو حي على الدوام يشفع فينا في السماء لدى أبيه، فلا يسعنا إلا أن نشكر مخلصنا في مثل هذا اليوم الذي شرف الإنسان بمثل هذا المقام الرفيع. من هو الإنسان حتى تذكره، وابن الإنسان حتى تفتقده؟ لقد أنقصته قليلا عن الملائكة وبالمجد والكرامة كللته. فلا يسعني أن نشكر مخلصنا الذي أعد لنا سماء يعجز اللسان عن وصف استعادتها. يقول قديس بولس: ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما عده الله لمختاريه. هذه السماء التي أحبها القديسون واعتبروا كل شيء ثانيا من أجلها. قال القديس بولس: لي رغبة أن أنحل فأكون مع المسيح وذلك أفضل لي. والقديس لويس غونزاغا كان يخاطب الشهوات قائلا: اسكتي أيتها الشهوات فقد خلقت للسماء. والقديس فرانسيس العزيزي كان يقول: ما أحقرك أيتها الأرض لما أتأمل في السماء. النقطة الثانية: ما هي عناصر السماء؟ يعني شو بدنا نروح نعمل بالسماء؟ في السماء في ثلاث أمور. هي السماء هي أن نكون مع الله، أن نشاهد الله، وأن نعرف الله. فالنقطة الأولى هي أن نكون مع المسيح. مثلا أن نحيا في السماء يعني أن نكون مع المسيح. المختارون يحيون في المسيح، أكون مع. هذا هو حلم الحب. لقد كان القديس بولس مأخوذ بيسوع المسيح، لذلك كان يتحرك بانتظار أن يكون مع المسيح، يريد أن يطير إلى ملاقاة المسيح حتى لا يكون مفصولا عنه أبدا. لي رغبة أن أنحل فأكون مع المسيح وذلك أفضل لي. سماء القديس بولس هي سماء حب المسيح، هي الحياة الجميلة مع يسوع على مثال مريم العذراء التي اختارت النصيب الأفضل أن تبقى بالقرب من يسوع. من يحبني، يقول يسوع، أبي يحبه وإليه نأتي وعنده نسكن. ها أنا واقف على الباب أطرقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت وأتعشى معه وهو على قرب مني وأنا قريب منه. هو صعد بعد ما غلب العالم، صعد بعد ما غلب الشيطان، وهو صعد ترك لنا رسالة إنه نحن كبشر كمان علينا واجب وعلينا دور نقوم فيه وعلينا توبة نقوم فيها حتى نتم عملنا على أتم وجه ما دمنا على هاي الأرض وما دمنا بهذا الجسد. هو صعد بعد 40 يوم من القيامة، صعد بعد ما اطمن على كنيسته اللي اقتناها بدمه، صعد بمجد عظيم وهذا دليل على هوته، صعد إلى حيث كان أولا، وهو صعد بالجسد اللي قدسه اللي مات وقام فيه وأدخل جنسنا البشري للسماء. وإذا صح القول نقدر نحكي إنه هو عيد دخولنا للسماء، زي ما بنعرف إنه ربنا
لا يحده مكان ولا يحده زمان. يعني ربنا هو موجود في كل مكان، ولكن بصعود المسيح كان صعوده لإعلان انتصاره وغلبته على الموت والخطيئة. هو صعد ليعلن لإلنا إنه هو والآب واحد. ويمين الآب هي ما بتعني جهة معينة ولا بتعني مكان معين، بس هي بتعني قوة الله، بتعني قدرة الله. هو صعد حتى يبعث لإلنا الروح القدس، لأنه هو حكى خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. هو رح يرسل الروح القدس حتى يستقر في كنيسته، حتى يستقر في نفوس المؤمنين. هو سيرسله حتى يتمم به أسرار الكنيسة. صعد حكى لهم أمكثوا في أورشليم، ترك تلاميذه في حالة انتظار، في حالة ضعف، في حالة شوق لإله، تركهم لا حول لهم ولا قوة، ومع ذلك طلب منهم مهمات كتير صعبة. طلب منهم الكرازة، طلب منهم التلمذة، طلب منهم إنهم يعمدوا الأمم. ولهيك هو وعدهم إنه يرسل الروح القدس اللي بيسندهم، اللي بيعينهم، اللي بيقدسهم، اللي بيقدس الآخرين، اللي بيقودهم. هو كان بهيئهم لحلول الروح القدس، اللي هو كان فترة استعداد لتدشين الكنيسة في اليوم 50. وهو صعد حتى يعطينا أن نكون نحن في السماء. مدام نحن موجودين في الكنيسة، الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية اللي فيها المسيح، مدام نحن موجودين معه من خلال الصلوات، من خلال القداس الإلهي، فنحن أكيد بنكون معه في السماء، لأنه هو في السماء. ولما نكون نحن بفكرنا وقلبنا بالصلاة معه، هو كمان بيشوفنا أنه نحن بالسماء. حتى نحن في كل قداس إلهي ست باسي، ما بدي أحكي لك أنه نحن بنحتفل بالصعود، حدث الصعود بالضبط بعد ما الكاهن يناول الشعب ويبخر القرابين، هو بيمسك الكأس والصينية وبيعلن الصعود الإلهي للناس، وبيحكي تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى ذهب الداهرين. نعم. آمين. حلو. فبهذيك اللحظة في القداس الإلهي نحن بنعلن الصعود. نعم. هيك نحن هيك بنكون حكينا تأمل بسيط عن الصعود الإلهي، اللي بتمنى لكم في كل خير ونعمة وبركة، نكون تلاميذ حقيقيين للسيد، نكون رسل نلتقي فيه، وبهيك لقاء نحن بنكون أتممنا عملنا على أتم وأكمل وجه.